وسيبقى الإسلام عاليا شامخا، وكما قال الله جل وعلا: وإن تتولوا. اسمع اسمعوا اسمعوا اللي كيقول لك ارتد عن الإسلام وكذا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا مشيتوا في حالتكم سيأتي الله بأقوام، سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعتزون بهذا الدين وينصرون هذا الدين ويناصرون أهل الدين. فمن أراد كما قال ربنا جل وعلا: وقول الحق من ربكم، وراكم انتم راه غير مسطين، والله إلا خاصكم العقل. سمعوا اش قال ربي سبحانه وتعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. العزة، العزة التي تبحثون عليها في غير دين الله، العزة، كل العزة موجودة في دين الله. يقول الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعمر رضي الله عنه، هذا الرجل الملهم، هذا الرجل المحدث الملهم، قال: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. بغي العزة في الليبرالية، بغي العزة في العلمانية، بغي العزة في الاشتراكية، بغي العزة في الحداثة، والله لن تذوقوا ولن تطعموا إلا الذل والمهانة والخيبة، ولن تنالوا إلا الانحطاط تلو الانحطاط، والتخلف تلو التخلف، وستبقون دائما ممن يقتات على موائد الأسياد. ذوقوا هضرتكم كيف بغيتوا، جملوا ونمقوا العبارات كيف بغيتوا، ولكن كما قيل: البقاء للأصلح. وكما قال الله جل وعلا: فأما الزبل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد هي الدعوات العلمانية، الليبرالية، الحداثة، التقدمية، الاشتراكية، الحريات. الإسلام الذي سيمكث ويكتب الله له البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.